إذا أخرج المسلم كفارة اليمين. نعم. يقول إذا أخرج المسلم كفارة اليمين رز وزيت ودجاج من غير أن يطبخها إلى 10 مساكين، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا طيب، سواء طبخها أو أخرجها غير مطبوخة، هذا طيب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بل يمكن أن غير المطبوخ أنفع للفقراء، يمكن عندهم طعام، وإذا جاءهم طعام ثاني مش يسوون، لكن لجاهم يعني شيء غير مطبوخ يمكن يخزنونه للبكرة ولا بعد بكرة. نعم.